نبيل نوري رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب. لقاء اليوم وتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للتجارة والتنسيقية الوطنية أكثر تمثيلية الممثلة في النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن والفضاء المغربي. هذه الاتفاقية تدل على واحد مجموعة ديال الأوراش اللي كنا اشتغلنا عليها من أجل المواكبة والدعم لهذه الفئة من المجتمع عموم التجار والمهنيين من انخراط ديالهم في الحماية الاجتماعية وكذلك المساهمة المهنية الموحدة. والورش الثالث هو العصرنة ديال القطاع التجاري. تتعرفوا اليوم بأن التجارة في العالم كلها تطورت وتتعرفوا التاجر الدور التي يقوم به منذ سنين فهو قطب الراحة للاقتصاد الوطني. واليوم بأن هذا العصرنة ديال القطاع فيه الرقمنة وفيه التكوين لهذه الفئة من المجتمع. مولاي أحمد فلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، هذا اللقاء كيجي لتسمين لقاءات وتوقيع ديال الاتفاقية اللي كنا وقعنا مع الوزير السابق والحكومة السابقة اللي هي شخص مولاي حفيظ العالمي وزير التجارة. ودابا بغينا نتمنوا هذه الاتفاقية اللي كنا وقعنا مع وزير التجارة آنذاك وزير المدير العام للضرائب ومدير العام للجمارك. سيد المدير في التجارة الحكومية، سادة رؤساء الجمعيات والنقابات المهنية، أكثر منظمين تحت التنسيقية الوطنية للمؤتمر الاقتصادي التنسيقية، سادة أعضاء المنظمات النقابية والسيدة العضوة أعضاء منظمات الجمعيات المهنية والنقابية، السادة الحضور سيدة الحضور السادة رجال الإعلام خدم باسمه وصفته، مرحبا بكم في هذا اللقاء التواصلي.